تيم أخبارنا المحلية من ولاية عين تيموشنت، حيث تشهد مختلف مساجد الولاية هذه الأيام عدة تحضيرات استعدادا لاستقبال المصلين خلال الشهر الفضيل. على غرار أقول بداية حملات التنظيف والتطهير. المزيد في التقرير حمزة أبو عبيد وكامل أسلم. نهاية شهر شعبان يعني حلول وقت التنظيف بالنسبة للمساجد عن طريق تطهيرها من طرف المتطوعين والقائمين على شؤونها، وهو ما تعرفه العديد من مساجد ولاية عين تيموشنت استعدادا لشهر رمضان المعظم. على بركة الله بتطهير وتطيب وتعقيم المساجد، سجاد المساجد وبيوت الوضوء، وهذا تحذيرا لشهر رمضان المبارك. صيانة للسجاد وقاعة الوضوء. فيما يخص الأدوية فهي مواد معطرة معقمة وكذلك مواد للحشرات ضد الحشرات، وكلها مرخصة من وزارة الصحة. هذا وتشهد مختلف مساجد الولاية عدة تحضيرات استعدادا لاستقبال المصلين خلال الشهر الكريم، حيث تقوم العديد من الجمعيات على غرار جمعية خدام بيوت الله مثلا على تطهير المساجد بمواد كيميائية للتخلص من الحشرات التي تنتشر صيفا، وكذا تطهير وتعطير المساجد. في خصوص البرنامج المسطر لهذه العملية، قمنا بتطهير وتعقيم المساجد مدينة عين تيموشنت، وإن شاء الله فيما يخص المساجد بقية مساجد البلدية الأخرى إن شاء الله نروح نديروا برنامج إن شاء الله بالتنسيق دائما مع عمود الشؤون الدينية. هذا العمل التطوعي أصبح سنة حميدة مع اقتراب رمضان كل سنة، وهي بادرة جد طيبة وعمل لوجه الله سبحانه وتعالى.